السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. وحشتوني أحلى ناس عرفتهم وبيننا ود وقبول من غير ما نقابل بعض، الحمد لله رب العالمين. يا رب دايما الود والقبول متواصل، اللهم أمين يا رب العالمين. أصحاب القلوب الضعيفة يمتنعون، وأصحاب الشهية المفتوحة الأكيلة يعني يتفضلوا يشاهدوا ويستمتعوا. أحلى ثلاث وصفات في الكون معروفة بيها مصر والمصريين، المحشي والكوارع والملوخية. لكن المحشي والكوارع على طريقة الشيف النهاردة في الفرن بتكاته وحركاته لذيذة جدا جدا جدا، روعة تحفة خطيرة. وملوخية بقى مع الطشة كده، ويبقى عملنا أحلى ثلاث وصفات المصريين كلهم بيعشقوها، محشي وكوارع مع الملوخية الروعة دي. يلا بينا نتابع بعد الفصل، تابعوني. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب طاسة سخنة ونحط فيها شوية زيت، وبعدين ننزل بحتة ليا تسيح، المحشي بيحب الحاجات دي جدا. وبعدين ننزل بشوية ثوم، بشوية ثوم محشي زي العسل، يعني بطريقة الشيف والله ممتازة ممتازة ممتازة. هتقولي لي ايه بطريقة الشيف؟ ما هو المحشي هو المحشي، اوكي، بس هو بيبقى ليه كده حاجات بيعملها بتفرق والله ما شاء الله بصراحة. وبعدين ننزل بالبصل، مش كل فيديو بقى امدح فيه، مش كلام ده. بعدين ننزل بالبصل، وبعد ما تشوحه هننزل بايه؟ بقرنين فلفل حامي. محشي يتطلب كل هذه المتطلبات، زيت ولية وتوم وفلفل حامي، ووداعا لاي رجيم واي صحة. بعدين ننزل بالصلصة وشوية خضرة كده، حاجات بقى تشكشك كده وتغلي على النار والروائح تتعالى، روعة روعة روعة. وبعدين نحط توابل عبارة عن ملح، فلفل أسمر، كمون، بهارات، حبهان مطحون، وجوزة الطيب مبشورة. أنا كاتبة لكم المكونات أو مقادير التوابل، المكونات بتاعتها، علشان تبقى سهلة لحضراتكم لو عايزين ترجعوا لها. ملح، فلفل أسمر، وكمون، وبهارات، وحبهان مطحون، وجوزة الطيب مبشورة. هننزل بيهم دلوقتي على الصلصة اللي باللية والفلفل الحامي والبصل والتوب، وحاجة بقى اوعى اوعى وشك. نحط بقى التوابل كده ونقلب. وبعدين عندنا بصلتين خضرة نقطعهم زي ما انتم شايفين، انا بحب البصل اخضر جدا، كل ما اروح السوق لازم اجيب، من ايام والدتي الله يرحمه انا بحبه، بحب جميع انواع الخضر. نحطهم، وبعدين نعناع طازة، نعناع طازة هنحطه كده على وش الصلصة. ليه؟ ياخد الريحة، اللي مش عايزه يتفضل يخرجه مفيش مشكلة. لكن احنا قلنا الاكل ده للأكيلة اللي شهيتهم مفتوحة، اما اللي مش عايزين او نو، والورقة النعناع جت في بق، لا شيليها وخلاص مع السلامة، مفيش اي مشكلة، شيليها وارميها. بعدين نغسل الرز ونضيفه ونقلب زي ما احنا شايفين، وبصلايه نيه كمان هنحطها على الرز. وبعدين هنضيف شويه خضره تاني ونقلب كل الحاجات دي، يعني في يعني مفيش دقيقه دقيقتين يا دوبك هيتشرب دلوقتي الرز، هيتشرب الصلصه الطعمه اللذيذه دي. بعد ما تشرب هنحط طماطمايه فريش وشويه خضره تاني، تمام؟ طماطمايه فريش وشويه خضره بقى تاني بعد ما تشرب خلاص، وشوية ثوم، ونقلب وبس خلاص، وبس خلاص. نسيب الخلطة اللذيذة الطعمة المريحة تجنن دي تبرد زي ما احنا شايفين. هنا بقى احنا فرطناه في حاجتين تلاتة كده، وبالمعلقة كده تفرطي تهويله. ليه؟ علشان الرز ما يكتمش، اما يبقى سخن على بعضه هو كمية ما شاء الله كبيرة فيعجن، تمام؟ يسوي بعضه فغلط. فالشيف فرطه كده في صنيتين غير الطاسة اللي احنا عاملينه فيها، وهيبرد ويبقى مفلفل وزي العسل اهو زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين
نفرطه كده بالمعلقه، نفتح له كده فتحات لحد ما يبرد. هنا بقى ده الباذنجان والفلفل الرومي اللي هنحشيه، انا قورتهم وعملتهم وخلاص، هنبتدي نحشي دلوقتي حالا. وفرصة انا بعد ما صورت الفيديو ده هنروحت النهاردة السوق اللي هو بعد العيد يعني، فلقيت البتنجان رخيص جدا وجميل جدا وكتير جدا جدا في السوق. يعني انا قلت في حاجة غلط بصراحة، قلت في حاجة غلط، جبت كتير قوي قوي ده بعد ما عملت المحشي ده، فهعمله بنفس الطريقة دي اللي الشيف عملها، تحفة وجميل. هنا بقى صينية نحط فيها زيت، نصيحة يعني نروح اشتروا بتنجان واعملوا محشي. ادي الخلاصة، صينية نحط فيها زيت ونحط فيها شرايح جزر، شرايح بصل، شرايح طماطم، قطع يعني الخضرة العروق بتاعتها يعني قطعها بالسكينة حطيها. وادي الخلطة بتاعتنا الجميلة اللذيذة الطعمة اهي بردت. بصوا الرز باين عليه مفلفل وحلو، فده ما يتحشي ما يعجنش وما يكتمش فوق بعضه في قلب الفلفل او الباذنجان الابيض اللي انا كنت جايباه. تمام، حشينا اهو وحطينا، حشينا الفلفل والبتنجان وحطينا فوق كل واحده في بقها حته كوارع مسلوقه، وكمان دي بصلايه اللي فوق يعني، دي ماسوره اللي قدامكم، دي ماسوره مفتوحه عملنا بيها شوربه وفيها النخاع، دي بتبقى روعه مع المحشي، خطيره ومع كمان الكوارع، يبقى يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ودي بصلايه اللي في اهي، بصلايه سلقينها نص سلقه وحشيناها كوارع، يعني سلقينها نص سلقه وحشيناها كوارع، حاجة بقى يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض. فيعني اليوم كله ما شاء الله لا قوة الا بالله، ابيض في ابيض الحمد لله رب العالمين. وهو بقى بصوا الجمال، ادي البصلاية مسلوقة نص سلقة اهي اللي زومت عليها اهو وحشيناها كوارع، وادي الفلفل حشيناه الخلطة بتاعتنا اللذيذة الروعة وعليها قطعة الكوارع المسلوقة، وكمان الباذنجان اهو، وحطينا الكوارع على كل حاجة في المحشي بحيث اللي ياخد بألف هنا وشفا يطلع معاه ايه، كوارع ومحشي. تمام، ولذيذ وطعم وحاجة هو 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 خالص، روعة روعة روعة. الشيف حدف حتة كوارع كمان، يلا خلي الشعب يتعشى، روعة وجميلة وهتعجبكم جدا جدا جدا، ولذيذة قوي 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 اهو. والماسوره طبعا دي معروفه عند الناس اللي بيحبوا الاكل، بسم الله ما شاء الله بتعمل احلى شوربه في الدنيا، يعني الماسوره بتعمل احلى شوربه في الدنيا، وفيها النخاع اهو مليانه نخاع، بسم الله ما شاء الله. هنحطها بقى على النار وهنحط لها شوربه الكوارع، عايز شوربه الماسوره حطي، احنا حطينا شوربه الكوارع. تمام، بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيدكم ويزيدنا من فضله ونعيمه، عندنا شورب بقى كتيره، فايه يعني بنحط على قد ما نقدر، والباقي والله ايه يعني بنقول له باي باي، الحمد لله ربنا يزيدنا ويزيدكم من فضله. خلاص، فحطينا الشوربه هتغلي وتستوي على النار، هتستوي على النار في الحاجه يعني في اللحظه الاخيره، ونحط بقى صلصه جميله كده اللي انا عاملاها في البيت، هسيب لكم طريقتها في الكومنت المثبت وفي صندوق الوصف باذن الله ان شاء الله. وعاملين كذا نوع محشي عندنا، عاملين كذا نوع محشي في الفيديو، هسيبها لكم باذن الله، هسيب لكم انواع المحشي باذن واحد احد في الكومنت المثبت وفي صندوق الوصف باذن الله ان شاء الله. هنحط بقى صلصه كده على الكوارع بالمحشي بعد ما حطينا الشوربه، هيغلوا بقى كده ويستووا على النار، والوش الاخير بقى نقوم مدخلينه الفرن بقى ياخد كده، هتشوفوا دلوقتي معانا اهو ده، بص الوش الاخير بعد ما استوت هندخل بقى الفرن، بصوا الجمال والطعمه واللذيذه والحلاوه ما شاء الله ما شاء الله. هنحط بس ياخد وش كده روعه وخلاص، على كده المحشي بتاعنا الطعم اللي بالكوارع خلص. نيجي بقى على العش التاني او التالت زي ما يعني تحسبوا تحسبوا. الملوخيه انا بعملها في البيت ازاي، هسيب لكم الطريقه بتاعتها باذن الله في الكومنت المثبت وفي صندوق الوصف. دوبتها اهو في شويه شوربه كوارع وعليها شويه كزبره ناشفه وفصين ثوم مدقوقين او سلام عادي مفيش مشكله، ومعلقه سكر صغيره، وبقلبها لحد ما تغلي بس من الجنب، يعني تغلي غلوه من الجنب، واقوم عامله لها الطشه بتاعتها، شويه حته ليه حته ليه او سمنه براحتك، وتومه تومه تبقى دقاها بملح وكزبره، وتقلبي لحد ما تبقى ذهبيه زي ما انتم شايفين، انا بحط لك كزبره في الاخر يعني بعد ما احمرها يعني اشوحها شويه، وتحطي بقى يا قلبي بقى يا قلبي شقي بقى ما تشقيش انت حره. الملوخيه دي قلبي قلبي الف هنا وشفا اهو، شايفين
شامين حاسين بألف هنا وشفا. وهو خلصنا الأكلات السحر وعشق المصريين، المحشي والملوخية أو هكذا أظن. أنتوا رأيكم؟ قولوا لي رأيكم. أكيد 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 يعني معظم الناس بيعشقوا المحشي والملوخية، وإلا بقى لو كانت بلية بقى والحاجات بقى والحركات اللي أنا قلت لكم عليها بألف هنا وشفا، جربوها هتعجبكم جدا 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 جدا. ألف هنا وشفا البتنجان رخيص جدا في السوق، هاتوه واعملوا بيه. السوق النهاردة يعني بقولها لتاني مرة بصراحة أذهلني، يعني أنا أذهلت من الأسعار، جميلة جدا جدا. النهاردة مفيش ناس، مفيش فلاحين كتير قاعدين، لكن الموجودين بيبيعوا حاجات رخيصة جدا. فأنا صراحة كنت منبهرة، أنا كبهير انبهرت. حلو 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 الأكلة بالطريقة دي، رهيبة بألف هنا وشفا. لو عندكم حتتين كوارع يلا هاتي بتنجان أبيض مالي السوق واعملي وجربي الطريقة دي. شوية ملوخية بقى بالطريقة بتاعتي هتعجبك جدا جدا بألف هنا وشفا، وكلوهم بألف هنا وشفا على قلوبكم. أحب بس المحترم الحاج اسماعيل دايما، هو وزوجته المحترمه حبيبتي والله بحبك في الله من غير ما اشوفك، دايما بيبعتوا لي السلام وانا بحبهم قوي، وكل مره يبعتوا لي السلام وانا يعني والله من غير ما زوجي يعرف انا ببعت لهم السلام. ربنا يحفظكم ويديكم الصحه والعافيه، وتكون ان شاء الله العيد الكبير الجاي على جبل عرفات ونكون سوا يا رب بإذن الله وكل مشتاق. اللهم أمين يا رب العالمين. بحبكم جدا في الله والله، ربنا يكرمكم ويديكم الصحة على الكلام الجميل وعلى ذوقكم اللي بتبعتوه وسلاماتكم اللي بتبعتوها لي مع زوجي. ربنا يا رب يحفظكم ويسعدكم، الكلمة الطيبة صدقة، وانتوا كل كلامكم جميل وربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم والله بتكسف. يلا اشوفكم على خير في فيديوهات تانية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.